هلا والله بالشباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اقدم لكم اليوم شرح جديد من قناة الرحال. اليوم نشرح لكم على اعطال هذا الجهاز وشنو المشاكل اللي جاي يصير بيه. عندنا مشكلة دائما تتكرر عندنا ويحترق عندنا الهيتر الخاص بالجهاز، اللي هي هذه اليد الخاصة بالهيتر دائما تعطل بسبب هذا الموتور الخاص بالجهاز، دائما يصير عندنا مشاكل بيه. هسه نعلمكم طريقة الفحص مالته وشون نقدر نعرفه انه عاطل او بمشاكل بسبب الكارت او القطعة هي نفسها هذه عاطلة. طريقة الفحص مالته جدا بسيطة، نخليها بمكانها او ننزعها بعد انتم كيفكم. وطريقة الفحص مالتها نجي نربط على الاسلاك الخاصة بالقطعة هذه ونركب ونشوف طريقة العمل مالتها. هذا الجهاز هو المنفاخ اللي يدفع الهواء اليد او للهيتر الخاص جهاز الهيت جان. نجي نثبت الاسلاك الخاصة به ونفحص. طبعا هذا الجهاز يشتغل على 220، يعني طريقة الفحص مالته 220 وتشوف الشغل مالته. احنا راح ننطي سيريز وراح نشوف. نلاحظ انه الجهاز جاي يشتغل ببطء، عندنا ببطء وهواء ما جاي يدفع، صاير بيه ثقل او الدفع مالته قليل، وهذا يسبب عطل القطعة هذه الخاصة بالهيتر. وحبينا نشير لهالموضوع لان اغلب الاعطال الخاصة بالهيت جان هي سببها هذا المنفاخ الخاص بالهواء وحل مشكلة هذا الجهاز اذا كان بيعطل المنفاخ الخاص به. نقوم باستبداله لان هو هذه القطعة ما تصلح، فانت تجيب من واحد ثاني او تشتريها القطعة جاهزة وتبدلها وتشتها مكان القديمة. وحبيت انه اشير لهالموضوع لان اغلب اعطال الاجهزة بسبب هذا الجهاز المنفاخ. وهذا كان شرحنا لهذا اليوم لأحد أعطال الهيت جان. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.